كونتر جو تي. الشرف ديال المواطن علاش شادين عليه؟ حشومة. وجرة عمومية ما فهمتش أنايا علاش شادين على الناس؟ قول لها هذيك تسد الباب ما يخرجوش ليا بنامك ويخليو الباساج اللي جبت لي بر لعباد الله. جردة عمومية هذه ديال كل شيء ماشي ديال مدرسة بوحدها، مدرسة خاصة. طلع مشبي قناة مغرب نيوز، اهلا وسهلا بكم فيكم من قلب مدينة الدار البيضاء وبالضبط من عين سبع، منطقة عين سبع. كما كتشوفوا هنا حضور رجال الامن والسلطات المحلية من اجل تحرير الملك العمومي بهذه المنطقة. كما كتشوفوا الان استغلال الملك العمومي حضور رجال الامن ورجال السلطات المحلية من اجل تحرير الملك العمومي بمنطقة عين سبع. تعليمات من طرف السيد الباشا من اجل تحرير الملك العمومي بهذه المنطقة اللي منطقة عين سبع. كما تشوفوا استغلال الملك العمومي من طرف بعض المؤسسات. تعليمات من طرف السيد الباشا من اجل تحرير الملك العمومي بهذه المنطقة. كيف ما كتشوفوا متابعي قناة مغارب نيوز، بعد ما جاوا مجموعة من الشكايات من طرف المواطنين. الاستغلال شحال من عام وانتي كتستعمل لي فابور وبقا تقول لا حول ولا قوة الا بالله. كما كتشوفوا السيد الباشا كيعطي التعليمات ديالو. انا هادشي بدار المواطنين، انا بعد الشكايات اللي جاو من طرف الساكنه ديال عين سبع جاو للسيد الباشا اللي خد هذا القرار اللي هو قرار اللي صدم الساكنة، حيد كل ما يتعلق باستغلال الملك العمومي في هذه المنطقة. ايضا بحضور رجال الامن في هذه المنطقه اللي منطقه عين سبع. هذا كان
مشبه قناة مغرب نيوز على المباشر كيفما كتشبعوا معنا لحظة هدم كل ما يتعلق باستغلال الملك العمومي بمنطقة عين سبع بمدينة الدار البيضاء. كيفما كتشوفوا حملة شرسة، حملة اللي بوجود السلطات المحلية ورجال الأمن في هذه المنطقة، كل من يستغل الملك العمومي الآن كي قاموا بتحرير دياله والهدم، هدم ديال المؤسسة التعليمية اللي استغلت الملك العمومي. متابع قناة مغرب نيوز لعد التحقوا بنا كما كتشوفوا من قلب مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة عين سبع، حملة شرسة على كل من يستغل الملك العمومي بهذه المنطقة، لأن الملك العمومي حق كل مواطن. كما كتشوف بعض الناس كيستغلوا هذا الملك، الآن رجال السلطات المحلية ورجال الأمن كيحاولوا يتخلصوا من هذا الملك العمومي لأنه حق كل مواطن. كما كتشوفوا الآن متابع قناة مغرب نيوز على المباشر لحظة هدم كل ما يتعلق باستغلال الملك العمومي في هذه المنطقة.
تعليمات من طرف السيد الباشا بمنطقة عين السبع كما كتشوفوا الآن، تحرير الملك العمومي بهذه المنطقة وخروج الساكنة كما كتشوفوا الآن، حضور رجال الأمن ورجال السلطات المحلية. ها؟ حضور كل من السيد الباشا وأعوان السلطة كما كتشوفوا الآن، كل ما يتعلق باستغلال الملك العمومي بهذه المنطقة يتم هدمه على الحين كما كتشوفوا معنا متابعي قناة مغرب نيوز على المباشر بحضور رجال الأمن. تقريبا هذه الحملة اللي كتعتبر من أكبر الحملات في منطقة عين السبع مدينة الدار البيضاء. لازلنا متواصلين معكم متابعي قناة مغارب نيوز في هذه الحملة الشرسة بمنطقة عين السبع بحضور رجال الأمن ورجال رجال السلطات المحلية والسيد الباشا. بالقرب من الملحقة الإدارية استنفار أمني، تبارك الله كبير، هنا منطقة استنفار أمني كبير بحضور كل من رجال الأمن ورجال السلطات المحلية بمنطقة عين السبع بالملحقة الإدارية الحي الجميل. تقريبا كتعتبر هنا أكبر حملة، الحملة اللي غطات لكل من استغل الملك العمومي بهذه المنطقة لأنه حق كل مواطن تم اليوم الهدم دياله.